السلام عليكم يا احلى متابعين، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى منكم انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وكيف ما ديما جبت لكم قصه غزاله غزاله بزاف. اش غادي نقول لكم؟ قصه ديال المسراره وديال العساره، قصه للمتعه والترفيه ودوزي بها الوقت وتضحكي. انا ما غاديش نبقى نكذب عليكم احسن قصه ولا ما سمعتيهاش ضيعي نصف حياتك، لا لا لا، حيت كيف ما عجبتني انا غتعجب بزاف منكم. المهم هي صراحه راه كاين واحد الفرق في الاذواق، والاذواق طبعا كتختلف. داكشي علاش كنصحكم انكم تسمعوا القصه، حيتاش القصه زوينه. جالسه في مقعدها اللي مقابل مع البيرو، اخر ماده في الجهوي، جالسه وحاطه قدامها الوثائق اللازمه ولا تخوص فيها السيلو الزرق فقط. دورت وجهها في قاعه الامتحان، كيبان لها بنادم خايف، شي كيقرا القران شي كيتراحت غير بوحدو الا هي، ومسوقاش كاع لا الجهاوي لا التوزة. اصلا كتجي تقرا غير باش دوز الوقت، مره تدخل مره لا، ما سيرتها الدراسيه كلها غياب، ضاربه الدنيا بركله. سكتات وشويه وهي تلقى بضحكه حاليه، خلات كلشي يشوف فيها مصدوم. شفت يوم هي مازال كتضحك، امالكم مخلوعين؟ راه باينه اليوم نهايتكم معاه. غتكلمه الى نجح شي واحد فيكم اجي وعكروا ليا. ودارت شافت قدامها، حطت رجليها بجوج فوق الطاوله ورجعت راسها للور وهي مغمضه عينيها مخلياهم مبلقين عينيهم. تكلمت وهي باقا مغمضه عينيها، اجمعوا عينيكم. دخل هو كيشوف قدامه بنظرات حادين، طويل جسمه رياضي، لابس تيشيرت في البيض وجينز بادري، مقاد شعره بطريقه رجوليه، حروف وكحلين، عينيه قهويين. غير وقف في الباب تاع القاعه جات عينو عليها نيشان. كيفاش جالسه بحال في دارهم؟ دوروا وجهوا التلاميذ الاخرين، شي بنات حالين فمهم فيه، شي صفر بالخلعه، شي مدوخه الحفاضه، جاي ناسي كل شيء وكيقراو القران باش يتفكروا. ورجع شاف فيها تاني بقى بنفس البوزيسيون، دخل بخطوات بسيطه وعيني عليها، شعرها البني مشتت فوق الطاوله اللي وراها، كيبان فقط نصف وجهها، نصف مها اللي من فوق حميمر، نص نيفها المنقاد، وشفرانها اللي واخا مغمض عينيها كيبانو كتاف. دخل بخطوات ثابته ونظرو باقي مركز عليها. وصل البيرو حط الوراق اللي كان هاز في يديه بالجهد، حتى صدر صوت قوي خلاه تحل عينو تسدعي بانزعاج. دوات وهي كتشوف سقف، اش هاد الزبل؟ خلينا نكملو غنعسنا على خاطرنا. تفو صبحات الله، ورجعت سدات عينيها ممسوقاش ولا على بالها ابتك لي قدامها. طلعت ليه القرده بعد تصرف، قرب الطاوله اللي جالسه فيها ووقف انفاس معاها بحركة سريعة منه، كان هز طويلة باللي فيها حتى تهز رجليها القداميين، خلاها تقفز من بلاصتها مدهشرة مخسرة ملامح وجهها، وشادة جناب الطاويلة بيدها خايفة لا تطيح. كيشوف فيها كيفاش مزيرة على عينيها ومكمشة شفايفها، تخاف ما تحشم. شافت التاعية ورجع حط الطاويلة، وقف كينفض في يديه كأنه ما دار والو. تنفست بالراحة فاش حسات بالوضع رجع كيف كان، حطات يدها على قلبها اللي بدا يضرب مدة وهي هكاك عاد حلات عيناتها ناوية على خزيت. تصرطت لسانها وبلقت في عينيها وحكاتهم وعاودت حكاتهم. كتشوف هاد القصده اللي قدامها، اش منك يا قلده؟ واش منك يا ذقل ديمه؟ هزت عويناتها في وجهه السيده، طلها الفريخ النوع اللي كيعجبها، زين وحرش عربي، خلات تبسم بلهواها، ما حسات على راسها تصفرات وسط القيطم ونطقات وهي حاطه يدها على قلبها. الله على قلبي، الله على اللي بغيش قلبني. شاف فيها وما متيقش هاد الكميه تاع الجراه اللي فيها، ضرب يديه مع الطاوله تقفز القسم كامل اللي كان حال فمو فهاد الجوج، ونطق بصوت رجولي خشن وحاد خلاها بلهوى هادي طيح فيه. اجمعي الشريف اش تقل الترابي والحياه، صرت اسرقها من ملامح وجهو لي صغيرو. كان هذا زوين ملي تعصب زاد زيان، نسات راسها ثاني وبدات تفرنس. وحتى وانت زعفان يا زين العزاره خليتي قلبي خفقان، وعات على راسها فاش شافتو زاد حمر فيها وهي تجمع الضحكه ونطقات بحروف متقطعه. سموحات صباح الخير يا استاذ، دارت لي اشاره بيديها البيرو تفضل، وختمت كلامها بضحكه بهله. حرك راسو بلا حوله، داير راسو في برهوجه، ارجع البيرو ضرب يديه مع البيرو باش يلفت الانتباه التلاميذ اللي اصلا كانوا منتبهين ليه ملي يلاه دخلوا نطق بجديه. الوثائق اللازمه يتحطوا في جنب الطاوله، والمحافظ يتحطوا حدا السبوره. خلاص داكشي اللي كهنات كلشي يحط كتبتو الا هي اللي حله فمها فيه، ما يمكنش حل عجبها، كل مره يشوف فيها يلقاها كتخنزر فيه. يستغفر الله في خاطره. دخل استاذ اخر من اللي غيتكلفوا بالمراقبه،
كان أستاذ كبير في السن، لقى عليهم السلام ابتسامة ومشى متوجه لبيرو فين كان واقف السي السيد. مد ليه يديه بابتسامة منطق. سلام عليكم أستاذ، كيف راك؟ ابتسم حتى بانوا جوج خطوط جنب عينيه وبعد له السلام. الحمد لله أستاذ، فيه لاباس عليك انت؟ وهي مطرطقة في يوم عينيها فاش تبسم وشحال عجبها، حطت يدها على قلبها وتكلمات بلا ما تحس بصوت اخترق مسامعه. تريح الكفر بالله الزهواني، تريح واش تي الزينة بديت تفدفد. سمعها اش قالت وشاف فيها من تحت عينيه كيفاش حاطه يدها على قلبها ومغمضة عينيها. من درها جاب ليه الضحكة وكلامها زاد كمل عليه واش كدير للتعناب. عيا يحبس فيه ويعاد فمه من الداخل والو، صبرت تا هي وتلقاها كي ضحكت عينيه دمعو خلى كلشي كيشوف فيه. واستاذ ما فهمت شي حاجه، عند بالو كيضحك عليه حيت عنده عقده من ودنيه مقلشين خنزر وتزنق وسيهم كامل سخف بالضحك. تا كيبغي يسكت وحيد يتفكر ديك تريح الكافر بالله الزهواني كيعاود يضحك تاني. صونا الجرس الشيء اللي خلاه يحاول يجمع الضحكه واخا باقا كتفلت ليه. هز عينيه في الفاهم اللي كان مزنق وتكلم من نيته. سي فاهم مالك مزنق واش مريض؟ خنزر فيه وما جاوبوش، خلاه بلاكه ومشي يفرق عليه مراق امتحان. اما كمال اللي ما عجبوش التصرف دار عين ميكا وميك، اسا هو الباكي تاع الوراق حلها وتبدل الوراق. يمشي وين الزين والفرح اللي من بدا يضحك وهي حاضيه وحله فمها. عمرها تعطات في شي حد او عمرها تدنات غطي حطيحه يلا 10 دقائق باش شافته. ما يتقبلهاش العقل اويلي، ولكن الحب ما كيطرقش البيبان كيدخل بلا اذن. شعور متطفل على قلوبنا دابت في ابتسامته وعصبيته وضحكته اشبقى دموعه. متاكده هي غتسها فيهم الله يخرج الزعتر على خير. ما فيقا غير ريحته اللي تخلطت مع انفاسها زتوينه بشويه وجاب عينيها في عينيه. عينيه السود وعيونها الاسليه. ابتسم بالجنب خلات ابتسم بلهواها وتكلم بصوت خفيف. كمال كيشوف فمها اللي مفتوح شويه. ابزق الدبان عمرك ذقتيه؟ هبط عينيه الورقه اللي لاصقه في الطاوله اللي كانت كتحمل اسمها اللي غتعرفوه بلسانه نهيله. فهمات واش قصدو سدات فمها ما راضياش، خنزرات فيه ودارت يديها على خصرها. ومنين عرفتي سميتي؟ حرك راسو بلا حوله ودارت لي اشهار تاع الغباء. امسح على وجهه وتكلم بنبره سخريه وحط ليها الورقه تاع الامتحان. تازين ما اختاسو الاولى، خدمي ها ورقتك وحدري عينيك شويه شيطان عليك. ودنيها تزنقو مرضاتش يقول لها هاد الكلام. بدات راسها على الوقا وخلات ليه في كيف كنقولو حنا. ضحك في نفسه وكمل طريقه كيوزع الوراق. كان اخر امتحان وتاع الاجتماعيات، رجع لبيروه وجلس مقابل معاها. اما سيهم فاهيم اللي غيحضي معاه باقي معكرف ومقلق، عند بالو ضحك عليه على ودنيه. خرج حدا الباب وخلاه هو اللي مراقب، ما قال كامل والو واخا يعني عصبو ما عارف بلي شغلو هذاك. جلس في بلاصتو وحيني كتفحصو القسم طويله بطويله وكيشوف واش خدامين من نيتهم ولا دخلوا الشك في شي حد كيمشي لعندو يتاكد. اللي بغى اي حاجه كيعطيها عليه، هو محافظ على سخن زيرته باش تحت ما يزعم عليه الا لالهم نهيله اللي ملي حطوا ليها الورقه ضربت عليها طليله. ما فهمت والو، بحال كتبين بالشينويه ودورات الورقه تشوف الموضوع. المقال اللي كان في التاريخ زاد السيلو ودارته في فمها وهي رسمه ملامح في شي شكل على وجهها كتدوي تحت سنانها. انت كيفاش تاني البلان تاع المغرب والصبليون؟ ياك نوضوها صباط في 900 وحسقوش وتفرت كاد الشقله. علاش كنمشيو في الماضي؟ دابا اصلا فوقاش قرينا هذا الشيء نعل ميره اللي جايه على نبوري كنبقى صغير نعسى مع راسي. حطت السيلو وهزت راسها في البيرو لقاتو كيشوف فيها. يلا تبسم ليها وهي تفكر هدرتو وخنزرات فيه وهبطت راسها تاني دايره راسها كتفكر ورجعت تاني تبرقم. ايه كون ما جدي عدو حنش ومشى لعند مولانا كون جا دوز هادشي في بلاصتي. حطت يدها على حنكه ومرفقها على الطاوله وكتلعب بالسيلو وبدات دندن. وعيون عينيا والساقية الحمرانية. سكتت شوية وكتفكر في الكمالة ورجعت تاني تغني في واحدة أخرى. أبدأ تدور في راسها ومستمتعة مع الأغاني. صراحة كمال قاعدة تسمعها عند بالها دوية بشوية ويسمعت القسم كامل. كل شي كيشوف فيها الخير بقات لي أم طنطون دراسهم واللي كان خدام على راسه راح تسيله وبقى متبع معها. أما سيهم كامل بقى مصدوم في هاد المخلوقة. رجعت به للثمانينات وعاود حطاتو. صبرت تاعي وخبط يدي مع البيرو وتكلم بنبرة تحذير. تزيدي أغنية أخرى تزيدي خلفها مع الباب. دورت راسها القسم لقات كلشي كيشوف فيها، عقدات حوجبة وغوزات.
اللي عنده شي ورقه يتقبها، بقاو حاضيني راه غير الحاله كي زفت. ودورات وجهها لعندو وهي مازال مخنزره. سكتت ثاني وهبطت راسها الورقه وتكلمات بصوت خفيف. الزبل كي داير اصلا هاد القلب اللي بغاه بحال هاد بطاطا راه خصو يتحيد. ابقى مخنزر ملي بدات تكتب طيحات لي العجب. بقى حاضيها كيفاش كتكتب بحماس، وكل مره تضحك وتعاود جمعها. تصرفات عفويين اكثر من القياس امام اللي بعثت الورقه، وعينيها واحد اللمعه وكانها دارت انجاز عظيم. طريقه باش كانت كتشوف خلاته يضحك بشويه. تجافى نايده لعندو فسمع كلامه، حط يده على جبهته. قلت حيله مع هاد المصيبه. جات عندو بلا حشمه بلا حيا وقالت له اعطيني نمرتك باش نبقى نفيقك للسحور. شفت عيون مدلها ورقه بالسيلو. لا حول ولا قوه الا بالله. سنين بنتي سنين. عصبها بتجاهل ديالو وانترات عندو السيلو سينات حدا اسمها بلي كانت حاضره، ورجعت حطات السيلو بالزعافيه كتشوف فيه شحال معقد يا امي. خنزر فيها يلا يهضر ويسقطوه. شافت حمر فيها وهي ترسم ابتسامه صفراء. غير كنضحك معاك، صباحك مبروك زعما صباحك مبكور، لا زعما مبروك غاسيري هاديك. هزت شكارتها وجات خارجه. يلا تفوت الباب وهي ترجع مفرسه. طلعت على القيسم بونكو غاجي ان شاء الله تسقطو وتعاودو، واللي نجح وما عرضش عليا الزرده ينوض ليه التولال فودنو ان شاء الله. كما نظم البيرو مشى حداها دفعها بشويه الباب. حطيتي ورقتك وخرجي خلي بنادم يركز. شاف التلاميذ كملوا خدمتكم نتوما بقاو حاضينها. ما تدفعنيش انا خارجه. ياه على بنادم ما فهمتش انايا على اساس داكي دايري. هضر في فمك علاش يديك يا على بشر وقلب لك على لي داويكم. حنا كنا باغيين نوليو طبه. زدحات الباب تقفزاتهم. يلا تهبط في الدرج ويبان ليها فهيم طالع. ضربات لي على ودني وهي تضحك. شافها كيفاش شافت ليه في ودني وضحكات وجحرت عليه شتم درع عمال كتفرنسي. تنصرات منو تكلمات وهي كتضحك. يحزق عمي من الاربعه ديال صحاب الغرب وتسمعها نتايا من الشرق. شافتني فولي مرفخ شويه وتشمها كاع. خنزر فيها وبدا يتعصر بقوه الفقصة. كلامه ولا مقطع انتي ما مربيهش. كاع ما سمعت واش قال. خلاتو كيتعصر وهبطات بحالها وبالها كله مع زين العزاره كيف خلاتها هي. كمان اللي بقى غير كيشوف فيها ما عرفش واش هبيله مكلخه ولا دايره ديك هبل تربح. استغفر الله. مش رجع البيرو حاضيهم من تما شويه وهي تجي عينيه على ورقتها تفكر شوف هذه كانت دايره فضول كلاه. هز عينيه في القسم قام هبط راسو ومرجع شاف في الورقه. هزها وبدا يقرا داكشي اللي كاتبه. عينيه كيتحلوا له بصحهم بالصدفه ما عرف يضحك ما عارف فين دب. حط الورقه رجع هزها تخشى عينيه فيها كيتاكد انه طاير ليها الفريخ وصيدوه. بدا كيقرا بصوت مسموع شويه كيتاكد واش داكشي اللي شاف في عينيه هو نفسه اللي غادي يطلق لسانه. اويلي الموضوع اللي كتبات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اما بعد قبل وفاه جدي على اثر لدغه خطيره من افعى سامه على مستوى المؤخرة رحمه الله، كان يحكي لنا على ايام الاستعمار والاحتلال، ذلك لانه كان من الجيش. ومن اهم هذه الحكايات المعركه التي دارت بين المغرب واسبانيا، الواقع جنوب اليابان. كان الجيش المغربي محمل باسلحه حربيه متطوره والجيش الاسباني راكب على الخيل وفي يديه بندقيات. تقدم جدي اللي كان كيقود الجيش ورمى عليهم قنبله نوويه التي قنبله الحزق كله، فماتوا الاسبانيون وانتصر المغاربه. ووقع هذا سنه 1754. لم يكمل لنا جدي الحكايه لانه نام وتركنا مثل الثعبان المقطوع راسه. سأحكي لكم حكاية أخرى عن كيف التقى جدي بجدتي. حسب قول رحمه الله إنه كان وسيم جدا في شبابه، كان يسقط صرصور من فوق السور، كان راكب فوق حصانه أقصد حماره ويتجول في القرية فإذا به يلمح فتاة جميلة عند البئر تغسل الملابس. تقدم عندها بعد ما رتب شعره. عندما شاف وجهها وقع كما وقع اللي قبل قليل. ورث من عند جدي عين خضراء أقصد أزهواني، نرى الجمال وندوب. وحشمت جداتي عندما رأته ينظر إليها فهربت إلى منزلهم. وبعد يومين ذهب لخطبتها فتزوجها وولدوا قشلة من الأولاد.
كنت أريد أن أحكي لكم حكايات أخرى لكن لا أستطيع. لم أفطر جيدا وعصافير كرشي تزغزغ. أجابت لي التمام بهذه الهدرة. حط الورقة مصدوم وردم بلاصته وجههم زنق بقوة محبس الضحكة. غير وصل الباب مع ضحك مع بالي فهيم طلق ضحكة ما بقى باغي يحبسها. شحال ما ضحك تضحك اليوم. شاد على الباب وغا يسخف. تتفكر داك الخط وديك اللغة اللي كتبت بيها. اغتصبت اللغة العربية وحتى التاريخ. شحال هو يضحك في الأخير بدا يتهدن. زيد ديهم صحيانيه لدمعة وحي تضحك من قلبه. ما حل عينيه بل ليه التاني فاهم كتعصر تاني والبكية شداته. داكشي اللي دارت ليه نهي كمل وكمال. صات بغضب ودخل مخلي كامل ما فاهم والو. سالت الوقت وكل شي حت وراقه واللي زرع راح صد واللي بدر والو راشد الارض. نمشي وعد نهيلة اللي خرجت من اللي يسيب هما يتحطوا عليها حرمت على عيالات كيسولوا فيها كيف دوزوا الامتحان ويعطيهم الخاطر. لا لا والله تدات كل شي بخير خالتي غيري ما بغاش يسقط زعما اللي ما بغاش ينجح وصافي داكشي في الموت انا وال وتسلت منهم حيت ما غيطلقوهاش بالاسئله. دازت لعند مول المحلابه اللي في دربهم خدات رايبي ونص فيها نص باكيطه فيها الكاشير والفرماج غدا وكتاكل ممسوقاش الالم. وصلت الموبل تاعهم ويتلقى بجارتهم كانت مهبطه الزبل حاجاكم. ايوا نهيلا اش درتي ما كتحملهاش حيت فيها كثرت الهضره والبخ الخاوي. ايوا دالك اش قلتي ما سمعتكش لك واش مزيان غدا تلوحي الزبل هاك دي معاك هضرايبي حاشاك دوزي بالخير. مشات وخلاتها ما فاهمه والو. طلعت في الدروج بحكم انها كتسكن في الدوزيام ايطاج. دقات الباب بجهد تسمعت الصوت كيغوت. وهرسوه نتوما هرسوه يهرس لك وطلع. والله ينجيني امي اش بغيتي عندي باقا ما شفت ما تشوف تحلي الباب وانتي كتغوتي خلع قاعده. تفتح الباب في وجهها حتى تضرب الريح في وجهها. كانت واقفه مخنزره لابسه بيجامه طويله وحاقده راسها بزيف حياتي وهزا الشطبه في يدها. يشوفك حمد رشيده يحصر منك فلوس الصداق ويرجعك لخيمتكم كتتنص. هبطت عليها بديك الشطبه الراس لما سكتيش فلوس الصداق يخسرهم عليك في السبيطار العوده. اه ماما مين نهار غضحكنا معاك. شابت في الشطابة وشدت على راسها وكتسنى البكاء. ونيري ضرباني بالشطابة صافي بقيت بايرة ماما. جراتها من يديها ودخلاتها حيت لا بقى بغي يقلبوها صباط ويفرجوا الجيران. سدات الباب وشافت فيها فمك لحسو كلب وداك الكلب يكون زحل ومريق وفيه الجهلة بنت الحرام باقي كتحك في راسها. فمو غي لحسو زي الازارة اللي دال القلب ولي دارو فرفارة. سرطات رايقة فشافت فمها اللي صغرات. زعما نسيبك فاش غنتزوج. كدور فراسة احيانا عليك بنت الشلابي الزهواني. تنزي اجي بعدا كيف دوزتي الامتحان. اشمن امتحان ماما اويلي على اجمل امتحان صراحة غير ينزل عليك بديك الحصال الظهر. يلا جات تنزل عليا ويظهر بها الزفردة تحت برديلتها. ومزيانة امي وبنتك ناجحه مرا عاودت لهم على جدي جد 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 جدي داكشي ديال التاريخ امي ونزيدك والمغرب كان منودها مع العراق درس لي حفظته هو اللي داروه. بنتك ناجحه ان شاء الله نولي استاذه حتى تيد على خسره وكتحرك راسها بالنفيله على بنيتي غتولي استاذه تقري الدراري الدرس في التاريخ. عاودي بنيتي لهذا العام طاولتك رانا فيها الخبيزه. سيري غبرين قدامي قبل ما نسيري فيك سيري. بقات بناكرة مع امها وخرجت كتجري قبل ما تجي ليها. سدات الباب ومسحت عينيها من الدموع وشعرها مشعكك. شاف ديك 10 دراهم وضحكات. الله يلا الحاجة لا ما عرقتيش فيها ماشي حلال. غبطات مع الدروج لابسة غير ديك البيجامة هي نازلة كتحنقز وخرب بك يتزعزاه. خرجت من الموبيل ومشات للحانوت. كان شاب كان عنده ديك 20 كيستف قرايته علما تسمع الصوت ويهز راسو كيفرس. زهير انا معك واحد جوج اندومي تاع الدجاج وجوج فرماجات كيفرنس هو كيشوف فيها. الله على فيني دا تاعي ودابا تعطيني خرايا ولا نتخارى وانا وياك. حطي يدي على قلبو فوقاش تحني في هاد المسكين. تزوجي بيا نبرع كاع اندومي حميشتي رغان صوتي كالزمر. خلينا مزيانين عطينا اش بغيت نصدقو نبقى نخسر في الهضره. ما تحسبيش واخا اجي زوينه وانتي معصبه. يلا تهضروا يا تسقى المصدومه. كتسمع صوته وراها وريحته سرات معاها رغم انها شمتها مره واحده ضربتني فيها.
حتى البنت اش بغات بركه ما تبرهاش، دارت بشويه هي في الداخل تاعها كتمنى ما يكونش داك اللي لون قلب عقلها، وفي نفس الوقت كتمنى يكون هو غير باش تروي عينيها به. فاذا بها كتصعق بشحمه ولحمه بخنزر كيشوف زهير اللي ضرب الطم، كتعبرو بانها باقي بنفس الحوايج. هزت عينتها بشويه وشافت وجهه ابتسمات وساعات ثاني كما شاف فيها، ما توقعهاش تكون هي حيت كانت عاطيها بالظهر. ما عاد خاص سمع كلام زهير عرفو كيتبسل عليها، وكأي واحد غادي يتدخل ويحبسو عند حدو. حتى تصدم فجرت لعندو، كان عوينات حمريين ومنفوخين، نفام مورد حيت كانت كتبكي، ومع طبيبيزا وعندها الحنيكات جات سو كيوت. اما فاش تبسمات تهزو حنيكات انا مزنقين خلاتو بلا هوا هي تبسم. هادي انتي تاني زين العزارة اش كدير؟ كما تبعتيني يا ربي تسمح لي ما يتبعك غصق عليا، تبغيت بك انا ما رضاتش وخنزرات فيه وكتشوف فيه بتحدي. حاشك اخويا ضحكنا معك سحبت لك بصح طايحين فيك، راه جبتينا هز حواجب وبجوز زعما منيتك. بدا الدور في جنابها تاني، دارها ليا فمها عاود زعما غير داك التيشيرت اللي لابس حجبني بشحال شريتي؟ ها مليون الصرف. كيفاش؟ ب1754 دريال. ورق على الريال ما فهمت والو، اجاب 1950 المليون 1744 ونسيت الحلال اللي دارت ليهم في الورقة تاع الامتحان. اجاب هادي لهاديك حيت مخدامي حيت عفاك راك انت مكلخه. وداز بخليها كتشوف ما فهمت والو، شرق قرعه ديال الماء وطلع عندها لقاها مكمشه ملامح وجهها ما فهمه والو. ضحك عليها بشويه وداز مخليها وراه ركف في اللوطو وهبط الزاج وشاف فيها. وهيلا قالوا لك كتبي موضوع على المغرب واسبانيا في 1859، ماشي كتبي اليوم على كيفاش جدك قنبل سبليون حدا اليابان وكيفاش تعرف على جدتك يا المكلخه. ضربت لها الطن في راسها، عاد عرفت دوك الارقام منين جابهم. زاد مخليها كتغدد حيت ما جاوباتوش. رجعت لعند زهير اللي كان كيف الاطرش في الزفه ما فهم والو، دوات معاه وهي معصبه. ارى لي عفاك اش قلت لك يا بسقاش حفك تبقى تسبل عليا هنايا راه نضرب امك سمعتي؟ وبدات صوت كشي الفحاء كتبيض. زهير عطاها اش بغات بلا ما يزيد حتى كلمه، عارفه معصبه ما قد على صداع خلصاتو وهزت زبلها كيف خلاتها وهي تزيد خلفه مع التراك كتضربو حتى كيف الحمقه. مشات فحالها للدار وعقلها غير معاه، دخلات الواتساب بدات كتجاوب فهادوك اللي عندها طبعا، وبدات كتجاوب فيهم شي كتعايرو شي كتجاوبو مزيان. وهي عاوتاني مشات كتسرقل في الانستا طالعه نازله تبلي عطو فتا شي وحده تبدا تعيب عليها، هادي عوج هادي فما عوج هادي نفهم قوفل الى اخره. وهي في الرحله ديالها الاستكشافيه التنمريه ابتسمت حتى بنت لها دارت العقل. كانت زومي تاكد واش هو نيت، كان مصور حتى البيسي لاب شورت ومن الفوق عريان، اي مبودر ومقلدم او برونزي. كتزومي بتشوف في الملامح ديال وجهه وترجع طوف على طبيعتها. حتى التليفون شدت على قلبها اللي بدا يضرب، كتحسب الفرحه الدهشه كلشي مخلط. ياه واش هادو كلهم غا صداف؟ رجعت شعرها اللور وبدات تسد فمها اللي ولا مترع، والله ديك التبسيمه ما بغات تجمع. بدات تنفس شهيق سفير، كتحاول تهدن راسها باش ما دير شي مصيبه. حمحمات وتقدات في الجلسه وشدت التليفون ضربت عليه طليله تاني. غاب نص عين بحال قدامها، دخلت الكون تاعو وبدات تفلي فيه. دازت على تصورو كاملين بلا ما تحس، لاح التليفون وجهها مزنق. تفقصات فاش شافته مصور هو وشاد واحد الزهره كيف عود السبسي كيبان ضحك غير في ديك التصويره فقط بلا ما تحس عينها تغرغرو. عمرها دارت هاد الحال على شي ولد المراه مولفة الصحت وليني غير كيمشي من قدامها كتنساه، ولكن هذا لا، رغم انه فقط يوم باش شافته الا وصرت عشاشات في المخيله ديالها لدرجه غارت فاش شافته في ديك التصويره ضاحك ومعامل مع وحده اخرى. تلقات شعرها ورجعت جمعاته ومسحت ديك الدمعه اللي وقفت في طرف عينيها. وهزت التليفون ودخلت لبلاصة الميساجات بلا ما تحس، فتات ليه ميساج كتبه فيه الكلمة باش وصفاته زيل العزارة. عدت على شنايفها كتخبي ضحكة قلبها كيف فدفد وفرحة ما قدها، وشدت على راسها وبدات تدوي في نفسها. ايه يا نهيلة عمرك ما حشيتي شي واحد واخا زهواني ولاني غاب على العين خرج من القلب، ولاني شهد شي قلبي ياك غاز هواني غير يعجبك الزين عمرك فرفرتي ياك كنت دايره الكسيلونس علاش هو بالضبط علاش؟
الله يا ربي غيوقع عليا بحال السعديه اللي في البرتقاله المره، لا حول. عند كمال اللي كان هاد الاخير في بيته متكي على دراعه كيشوف السقف، فعقلو صفحه بيضاء لحظه بلحظه بداو كيترسموا فيها ملامح. وجيه عامر مدور عبينات عسليه لوزيه الشكل، نويف من قد صغير، فم وردي مرسوم ومن فوق بطريقه كيوت. بداو يتسمعوا في اذانه كلمات ودندناتها وهمساتها، صوتها في الهدره والغنى، كلامها اللي كله تافه وعفوي بطريقه لا تعقل. ابتسم وكيتفكر اش سمت عليه زي زاره، اول مره تعنب عليه شي بنت، موالف دوك الانواع تاع بيبي ماشي غيم ونعمور. كلامهم سوس وحامض كتحس به ثقيل على القلب، ولكن كلامها هي كان بالدارجة قح، خلت هاد العبارات تحفر في دماغه. وعلاش لا في قلبه؟ ابتسم بلهوة وفوز تفكيره غارق، دازوا على عينيه كاع الساعات اللي كانوا هاد النهار اللي كان نهارها، وخلى على نفسيته انطباع زوين. مسح على وجهه وضحك بصوت ثقيل ومبحوح. المراهقة المتأخرة هز التيلي وفتح الكونيكسيو حتى طلع ليه ميساج في الانستا، خليه يشوف الميساج. فإذا به تسع عيونه من الدهشة لمعت، قراها بصوت ثقيل كيركز مع كل حرف بلا ما يشوف شكون عارف مولاته. ضحك وكل مرة يقراه بنبرات مختلفة، بمرة بصوت رنين رزين، مرة بصوت فرح، مرة بتأني. دخل انستا ساعة غير شاف شحال من بوست، يحاول يخرج يعني 500 بوست، واخا تكون كتمثل في بوليود. دخل اول طفت لحات ليه كانت كتشوف الكاميرا ومبتسمة بعفية، وجهها خالي من المكياج ولي فلتر، ولكن البراءة ثم البراءة زينات وجهها، كل شي طبيعي، حجبانها عيونها كل شي اوريجينال. دوز طف تانية والتالتة ومع حق براسو تلقى نفسه وغرق وهو كيتفحص في صور مستمتع وكيركز في ملامح وجهها. كانوا معظم صورها طبيعيين ما فيهم لا تصنع ولا تشي حاجة، حتى من لباسها كان عادي كاع ما معيق. مسح على وجهه كيضحك على راسه ورجع شاف الميساج، بقى شحال وكيكتب بتلقائية. اول كلمة جات في باله، اول صفة تستاهلها، حيث مقبولة وزينة على قده، ولكن كتدخل القلب كلامها وتصرفاتها المسرارة. نرجعو عند الزهوانية ديالنا، شافت الميساج على وجهها كوكتيل من المشاعر، صدمة، فرحة، دهشة، وأكيد حتى الضحكة. زادت المخدة بقوة الفرحة، غرست فيها سنانها كتغزز باش تحبس نفسها من الصراخ. عينها غرغرو، قلبها كيدق يدق دق. أوه السخفة شدتها، نفس الصفات اللي كتدل على غضبها هي نفسها اللي كتدل على الفرحة ديالها، لكن اختلاف اللمعة اللي كتزين عيونها، وهي لمعة حزن مطفية، أما اللمعة ديال الفرحة راه كتكون براقة. حطت ديك المسند اللي كان فين سنانها بقى باين فيها، وبدات تنش على وجهها باش يبرد. كتنفس بجهد لعله وعسى تطفي ديك الشعلة اللي شعلت في قلبها. تقدت في بلاصتها ومسحت على وجهها، والابتسامة كل مرة تفلت وزين وجهها. هزت التليفون وعيونها مركزين مع ديك الكلمة اللي كتكون فقط من 6 حروف، خلت تشعل وتغزل بالفرحة. عدت على شنايفة خايفة، فما يتشرق بقوة، ما ابتسمات كتزيد توسع كل مرة جات عينها في الميساج. الله الحلاوة، أول رسالة منه ليها بحال أول شوفة منه، بحال أول مرة تسمع نبرة صوته، بحال أول مرة تشوف خنزيرته، وحتى أول ضحكة منه. غمضت عيناتها ورجعت حلاتهم كتهدأ في نفسها، حست بالهضرة قادت ليها والكلافي قدامها كأنها خالية من الحروف. رجعت فلتت ابتسامة غبية منها دليل لأنها تهيب زعما. ابتسمت كسكسبو الضحكه مزينه وجهها بلا ما تردد، ضغطات على انفايه. هز التليفون رجع فاش شاف وجاوبات، لقاها مطلعه لي في من قبيله وباقا ما جاوبات. يلا غايت في التليفون ويصلو ميساج، بسرعه قراه وبسرعه ترسمات على شفايفه ابتسامه اللي من بعد ولات الضحكه نابعه من القلب. كيضحك عليها بال هاد البنت، عمرو شاف فحالها ومتاكد عمرو غيشوف فحالها. دخلت فيه طول وعرض بلا مقدمات بلا والو، قرا رسالتها بصوت مسموع باغي يسمعها فودنه، ماشي قراها غير بعينيه. اعطيني عنوان داركم مازال له دارة، حق سيدي ربي غد على النبوري نكون عندكم، باغياك الحلال اكحل العينين. ضحك هو كيحرك راسه بلا حوله، اش رضعه في صغره هذه. ركز نظراته على الجمله الاخيره كحل العينين، بلا ما يحس كان خرج من انستا وشعل الكاميرا كيشوف لون عينيه اللي هو براسه عمره ركز فيهم. بؤبؤ اسود، لون كسواد ظلمه الليل، كقمر اسود وسط سماء بيضاء ناسعة البياض كالثلج. ابتسم سبان سنان وتكلم بصوت هادئ، مسراره فرفاره، لون عيونه اللي امني حققت فيهم قشعات لونهم من بعيد. لا حوله، حالك ما هو حالك كامل،
راك غادي في الخسران بعقلك صاحبي. والبنت بقى قاسي لا طاحت خاص اللي هزها ما قاتلات نبحت سكت شحال كيفكر. اياه رجع دخل الانستا وقرا ميساجها وفي كل مره يقرا كانه اول مره يشوفه. شاف ساعيه وتكلم فوكال بصوت ثقيل وفي بحه خفيفه. عند نهيلة ولا المسرارة ولا الفرفارة ولا الزهوانية ولا الهبيلة لحد الآن هاد الشي اللي عارفين على شخصيتها. شدت تيلي في ديا وعينيها كتسنى الرد يوصل حتى تسمعت ترن ترن صوت وصول رسالة. عاد وعات على راسها كتبها سوية تلوح التليفون ميتة مخلوعة فمها عور وتصبعانها قالوا ليه ما كتعرف والو. وخلع طف عقلها ماشي حواتها طالبة منه العنوان باش تمشي تخطبو. هزت يديها كتحكي بيها شعرها متوترة كل مرة الصوت كتدوي من راسها كيف الهبيلة ناري شنو درت وري وري. بدات كتندب وتغبن ويلي طلي يا رشيدة طلي على المدلولة ديال بنتك ويلي 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 ويلي. دابا لا عطاني العنوان وما مشيت خطبتو تسماش ماتا رشيدة ما تبغيش تمشي تخطبو ليا ولا ما عطانيش العنوان كيفاش غنعرف انا دارهم باش نطلب يديه من عند باه. سكتت شوية كتحاول تستوعب اش كتقول ضربات على جبهتها بكف. دابا شنو غادي نقول اسيدي ربي كنعترف حق ربي تنطيحاني رشيدة في صغري على راسي لا 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 وما تدينيش للطبيب. قربت للتيلي وهزت وصارت دود لقاتهم صيفط اوديو دغيا نسات كل شيء ابتسامتها بانت نطقت كيف الوهلة ياي غنسمع صوته. اخيرا تلقات الفوكال من الاول وسمعت بعقلها وديك الابتسامة العريضة جات حتى الاخير بجمعات عدت على شنيفها وجهت انك قلبها تزير اليها ودمع غرغر من عينيها غمضت على عينيها مفقوصة ولاحت التليفون من يديها بصدفة تعاود الاوديو خدم وكلامه تعاود في ودنيها بنبرة هاد او زوينة اللي خلت تتاتم من قلبها. المسرارة بغات تخطبني ايه موافقة مادام وليني بشرط جوج من الحاجة والمخيرة تجي في الهدية. سكت الوهلة وتبدلت نبرة صوته من حال لحال نبرة فيها نكهة من السخرية والاستهزاء كسر قلبها بكلامه مع ما راحش لك القريب الصافي والباري اللي بغات تعطيه ومني تكافنتي ضحكت معك شوية تصرتي وبغيتي الطريقة عارفي راسك مع امك تهضر الضحك الباس تاع البراش ما عنديش معاه تانا بالخاوي بكلام البصله مساوي كنت زوج كون ولا تقدك خوي راسك بنتي من هاد الشيء راه الدقه اللي غتجيك صحاب ربي تغتحش لك ركابي وتخليك تبكي وتشالي وما تعقليش فين تفلقي نخاف عليك تفني شبابك في التفكير حتى تشيبي وتموتي هزا يدك ما دايره والو في حياتك الحاصول ما نسلحش لك انتي باقا صغيره عيشي شبابك كنت ولد الحرام كون خليتك طايره في السحاب تلقى جناحك وكتحلمي ونهار تحلي عينيك تصدمي علاش حيت صغار في راسك ما عندك جناح غير الشيطان اللي كان مدوخك. غمضت عينيها وسادت ودنيها وحامله الصوت وقلبها درها كتحس بيه كتفتف اصعب حاجه هي تاخد قمعه تسكت لك الحس من عند واحد ما يستاهلش نص عقل اللي كان عندها خلاها تفكر انه شمتها بكلامه ولين يكون خدمه النص ثاني غتعرفوا فيه قام من هبالها هبالها اللي خلى قلبها يتعلق بواحد ما كملش نهار باش شافته. ما تجيوش كذبوني وتقولوا تخربيق كنقسم ليكم بلي القلب المقفول مفتاحه كيبان على غفله ولين انت لقيتي ساروت قلبك في يد واحد ما عارفش واش غيحل قلبك باش ياخذ بلاصه فيه ولا غيحل قلبك باش يخوخو ويسوسو ويرمي الساروت وراه ويعتك بالظهر ويخليك مقهور ومعذب. كتبكي في صمت مرضاتش وكرامتها تهانت كتقول كون غير ما جاوبهاش ولا يعطيها كلام يبكيها مدة وهي كتبكي وقام عاش شهقاتها حلت عينيها ومسحت دموعها وشافت جهة داك التليفون ورجعت هزاتو بتردد وحاولت خدمة الفوكال وسمعت كلامه اللي كيف السم. غمضت على شفايفها كاتمة بكاها وهزت عينيها الفوق حابسة دموعها تنفست بضيق ورجعت شافت في التيلي وخدمت عقلها واخيرا ورسلت ليه ميساج بعقلو اسمح لي يا خويا طفى التليفون حتى ورجعت خشات في الفراشة كتقلب على راحتها. دازو شهور ما بقاتش هدراتو وهو كيخاف عليها وكيقول هادي دير ليها على الاقل وبصراحة هو كان غيفاجئها ايه سيد العزارة جا خطبها من عند امها وهي ما فراسها والو ايه ولا لا رجعوا فيك الخطاب بالصدمة جافت فيها يلا تسولها شكون هي تسكت فاش فكرات كلامو ليها الضحكة من الودن تا الودن والقلب كيدق ويدندن زادت خطوة لعندها وعينها كيلمعو درهم ياك كتشوف عيني بنتها كيفاش كيلمعو باينة فيها فرحات تعالي عنقيني تعالي كبرتي يا بنيتي كبرتي دلت شنيفة ومشات تلاحت في حضن امي متها تشاركة فرحتها انا فرحانة رشيدة شفتيها انتي غادي تهني مني ما تقوليش هكا راه غنتي اللي عندي يا بنتي
نهيلة غا سمعت كلامها وإن هدا زبط مع انقطة وكتبكي. علاش؟ الله أعلم. المهم تفش قلبها وما لقات شي وسيلة تعبر بها على فرحتها من غير هادي. أما رشيدة طيحت عليها الضيم وكانت هازة الهم لختها اللي فرقات بنتها ودابا ولات هي اللي خاص الهم يتهز ليها. صافي الله يرضى عليك، خاصك تفرح حبيبتي مش تبكي. ايوا بنيتي البارح علمني باك باللي راه الاستاذ ديالك هو اللي خطبك. ايوا قال لي نسول ونرد عليك. امي اري داك الملوين نقاد ونسالي انت سري علميه. والله بنتي ما كتحشمي، انا راه فجات امي تعلمني باللي احمد دوا فيا انا ما قدرتش نزعيني فيها، وانت بقى لك غا شويه بالطيري. جرات مني تا غدا بها الباب تا الكوزينه. والله تا الحب امي كيسطي لي ما يتسطى. صافي غسير نكمل والله تتمشي. ايوا هذا الله معك يا بنيتي. اش غنقول لك؟ الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود امين. بعد مرور شهر عاشوا فيه ابطالنا كل نهار بنهارو. شهر داز غير في التوشات. رشيده اللي تجري وسميره جات نوبته في التعاوين تا هي. سميره هي اخت رشيده، وطبعا راكم عارفين سميره تا هي راه كانت عندها واحد البنيه بزوجاتها ورشيده عاونتها. راكم عارفين الخوت شي كيعاون شي. اما سي كمال اللي كان كيتسنى غير عشيرو يجي حيت والديه ما عندهمش الله يرحمهم، وهو اللي غيوقف معاه في خطوبته ويرافقه. ونهيلة اللي كل ما يقرب نهار خطوبته كتزيد توتر. شهر داز غا مكالمات وميساجات بحكم رشيده شرطت عليها شرط انها ما تخرج معاه حتى يوليو مخطوبين ويفق الخطوبه الرسميه ويركبوا الخواتم، على الاقل تكون مهنيه من جهتها. وداكشي اللي كان اليوم يوم الخطوبه، خطوبه متميزه بطبيعه الحال تكون في شكل وهي تاع المسراره وزي اللازره. هاد الجوج اللي معاهم شفنا لوجيك كياكل الدق، معاهم شفنا الحب بالخف، الزواج بالخف، وحتى حاجه ما مستحيله. اللي بغاك راه يبغيك في نهارك ويزوج بك دغيا. هادشي اللي كاين. عقبه ليكم كاملين البنات اللي كتسمعوا القصه. في بيتها جالسه في طرف سريرها بقفيطينها الوردي كيف وليده في قلعه مقونه، جامعه شعرها بشديده بسيطه وفي نفس الوقت انيقه مع ماكياج خفيف هادئ رزانه اللي نازل لي عمر شي حد شاف فيها. هي درت عقلها. ايوا راه كيقول لك الزواج كيدير العقل. هما حاسبينها رزانه وهي راه الخلعه قدات عليها. داك التوتر بدا يمشي شويه بشويه. ما حلات عينات سمع صوت صونيت في الباب، شافت في باب بيتها ورجعها شافت في حياه اللي شدات ليها في يديها. حياه هي بنت خالتها. جاو صلا وسلام على النبي. تاع الخطوبه دازت وها تاع العرس سمعت. دازت الخطوبه ودازو عليها شل ايام، وفوق العماريه جالسه المسراره بتكشيطه بيضه بحال حب هالي. هي بيدات شالي والعماريه فوق الارض معليه، وسيد السلطان بجبادور ما زادت على الهيبه غاه موشان بيديه كيصفق فرحان بنهارو بعروسته. عمرو فكر بلي غيجي النهار اللي يعني يتزوج هكا ويبغي، ما عمرو فكر انه لهاد اللحظه غيدوز. ولكن القدر كلام اخر. طاح بولا نقرا صافيه ما منها الجوج، وقال هاد البنيته غادي نكبرها على يديا صغيره وزوينه ومن معايا دير العقل. انزلوا لي حروستو لي دوري دوري يشوفها. يقول تبارك الله خايف عليه، خايف من عليه من عينين ومن عيون البراني، حس بصح جات كتسلب العقل. اكتشف فوق الراس تحلف عليها حتى ساندريلا لابسه تكشيطه. شاف فيها وهاي ما حسب راسو تطبع قبله على جبينها وهي وسط العماريه جالسه. المصور اللي لقاها لقطه زوينه خذا ليهم اجمل تصويره. هاد التصويره اللي وسط كادر كبير تعلقات في وسط حيط دارهم. سنين دازوا على هاد زواجهم، نقول لكم يعني 7 سنين، نقول لكم 8 سنين. هاد المده كامله اللي ما تبدل والو في ابطالنا من غير اسمائهم. كمال اللي ولا اسمه بابا، ونهيلة اللي ولات ماما. رزقهم الله بجوج وليدات، جوج حزارة متساومين غا كمال دايرين ليه الصغير. وليني تشيطين وارتينو من عند ميمتهم. ما تيقتوش يجيو تشوفو. جالسو خاشيه في حضنو بحال شي جوج فريخات في قفص واحد. حاتي دايره شعرها كيدعبه بحنان، وكل مره يستنشق ريحته اللي من زمان كتحمقو. نفس المشاعر نفس النظرة باقي لحد الآن كيسها فيها ملي تضحك. باقي لحد الآن فيما يشوفها لبسات شي لعيبة عجباتو يصفر وبدا عليه يتعنب. ما تبدل والو من غير سنهم. صحيح أنه كيدوزو مشدات ومدابزات وهذه هي سنة الحياة. إلا تخاصمو في الصباح في الليل يتصالحو، ولا تخاصمو في الليل في الصباح يلقى راسو معنخة وبين ضلوعة مخبية. عوداتو على كلمة العائلة اللي فتقدها، عوداتو على ديك الوحدة اللي كان عايش فيها عمرات عليه حياته. كيشوف فيها ديك النجيمه اللي ضوات حياته بعد ما كانت ظلام. امام اللي
تزاد عمران وعدنان كملات الباهية وكي لعب ليها بشعرابية كتل قبلي بصبعني دي معرفات اش جاها تقرمت عليهم بعد تغضي يدهجوها عليه كامل اللي دهشرته ما عرف راسو باش تبلغ كان عايش اللحظة تحت بصبعه غادي يطير وجحرتيني وطلقي والله ما بغى تطلق هو يشهجه على دوك السبعان ما كرهش مدغهم هو يدفع وهي قارمة عليه بعضها تدخلوا دوك الحلاق متاع عدنان وعمران واحد مقموش والاخر شعره مشعكك هزين سبرديلاتهم في يديه ما شافوهم وما يدرقوا ينيم واحد كيهمس الاخر العقل مدبر هو عدنان كيطير مع الطيور التطبيق ديال التوالد واخا حتى هو واخا داك عمران حتى هو كيطير وليني ماشي بحال خوه نوت نعيط رمي ما تجي تدي بنتها غتخرج على بابا ازيد رحنا اللي خاصنا نخرج قبل ما توصل تبريه يلاه يسلتو هو يغوت كامل اللي باقي مجابد مع نهيره ايه جرمكم انتم كتفرجوا فيا مشاو كيجروا بنت ليهم هكاك هما يبداو يفكوا ما طلقاتو غبزه خلاتو جات تصبحو كيشوف فيه مسحات فمه وتنفسات بارتياح الله واحد الزهر شدتني احد حسيت بها بردات سرت معايا تزعينا بشويه ما متيقاش كيبانوا ليها كاملين كيشوف فيها كامل واقف واقيله ياك ما كتوحمي الا شوفي انا قهرتيني في الحماله هاد العفريته بهادو كيشيو لادنان وعمراني ما فهموا ولا والو اويلي اللي سمعك يقول ما عرف اش درت ليه باقي هز في قلبك من جهه داك طالو اللي شيرت عليك بيه ماشي الخاطر حبيبي غير الوحم هذاك ها انت شوف ولدتهم كيشبهوا ليك شوف بحال شي وريطات شاف فيهم كيفاش كيشوف فيه ديك الحاله اللي داخلين بها لا غير جوج زعبولات ملاصقين مالكم نتوما ياك ما نوضتوها تاني يلا غيدوي ويعنقو عدنان وسد لي فمو وداير ديك الضحكه الصفيفره لا بابا غا يلا يكملوا كلامهم ويتسمع صوت الصونيت في الباب نادت نهيلة تحل الباب غا شافت شكون هي تبتسم كانت حياة بنت خالتها شاده في بنت اريش تقريبا قد توام فوزين غبشورة حياة من غير انها بنت خالتها ولا جارتها استجوزها صدق زبين بحالهم بحال نهيلة وكمال كانت شاده في يد بنتها نهيلة جايه تبرى اختي تعالي ادخلي تبراي لداخل دخلت وزدت الباب تي مال كناري اويلي يا اختي واش هادوك ولاد عندك ولا جنون واش انا كنسمع ليا ما بيات كنسمعت تطبال برا تحت السرجم طليت كيبانوا ليا ولادك وواحد هز الورد والاخر كيزعم فيه وكيغوت اريش خرجي راه كنبغيك هالعار واش قد لبغو هما اويلي جاب الله حسن ما كانش المشكله هو كيغوت والدراري وراه كيغوتو خرجي راه عمران كيبغيك وهنا صدمتها وغوت بحر جهتها عمران عدنان عمران وعدنان اللي كانوا وحده كامل غسمعوها وما يبداو يتغبنوا كيشوفوا في كامل والله ما نفككم يا يعني كنقول لكم بنت حسن بعدو منها الله يحفظك يا بابا رغت كنا شو كيفاش رجعت ليك صبعك انت داير يدي على فمك يتلف فيه الله يحفظك يا بابا والله ما نبقى نعاودو مره اخرى كامل اللي شاف ساعه يقهروه في عيلهم غف عيلهم ناض على سيد ودو غادي بيهم هما شادين ليه في رجليه خافوا ما يحشموا نهيلة شافت كمال اللي جا معاهم عرفات ما غتصور والو واخا شهوتها تلاقي لهم دوك الريوس شهموها ايه واش غادي نقول لك والله لبقات فيكم يا كانت برا منكم بعدو من صداع ما كتحشموش اختي حياه لاباس عليك الحمد لله كمال خويا غا ولادك شهموني ايوا هانت اخر مره بصحيا فيا والله عاودوها تنفرجك فيهم ايه واش غادي نقول لك دازت على وجهك هاد المره كل مرة تتحلف عليهم وهما غيدوروا في عينيهم يلاه بغا تدور عينيها ويتحسلو كيامس في البنت وهي حشمانه كتضحك عياد زمت في الضحكه وفي الاخر تلقاتها فكروها غير في راسها اختي حياه نتلاقى من هنا ل 21 اهم في شئ الراسيه والله واخاش ندير ما غنصور والو حتى هي كتضحك حياه اش غادي نقول لكم والله ما والله تتقاتوا ليا فين ما نتبرى يخرج ليا بلان اخر ايوا اختي كيشبه لمو ايوا تزهوانيه في الدم بقيت نطرت طحت كتدوي وتشوف كمال اللي هو بدوره كيضحك عندنا اللي شاف القضيه ترخفات وهو يبعد من كمال وجر معاه عمران غادي بيه البيت يخطوي بلانين غادي وكيدوي هاد المره عمران هو زي العزاره واريج هي المسراره زيد نتا نوريك واحد البن اخر ولا تصدق مشاو لبيتهم مخليين وراهم حياه وهيله وكمال كيضحكوا على هبالهم واريج اللي غفلات امها ولحقت عليهم ايوا هذه هي النهايه ديال هذه القصه كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم خفيفه ظريفه زوينه ضحكنا مع هذه القصه فرحنا معاها مزيونه انا بعدا عجبتني كاين قيس وليلى وكاين روميو وجولييت
كاينه المسراره وزين الهزاره. انا كنتسنى الاراء والتعليقات ديالكم، كنحبكم بزاف بزاف بزاف، ونتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.